حاجات اللي انا طلبتها وطلعت حلوة جدا جدا. الحزام ده طلبته لأحمد من يو اس بولو، اصلي 100%، طلع يجنن في اللبس وسهل جدا يعني في اللبس، طري كده وحلو. هحطلكوا اللينك بتاعه. وكمان الشربات دي من يو اس بولو، دي تالت مرة نطلب منها، حلوة قوي. بحب الشربات بتاعتهم، بتبقى ناعمة وفي نفس الوقت قطن. هحطلكوا اللينكات بتاعتهم. شوفوا بقى يا بنات، الشوز ده روعة، بسرعة ادخلوا هاتوه قبل ما يخلص، بقول لكم من دلوقتي، لانه كان من زمان كنت عايزاه وكان نفسي فيه وكان سعره غالي. بالصدفة دلوقتي لقيت سعره نزل جدا، وكمان التوصيل مجاني. هحط لكم اللينك من هنا، تقدروا تدخلوا على اللينك تشتروه على طول والتوصيل مجاني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.